السلام عليكم، معكم إبراهيم حسان، ودي إن شاء الله المحاضرة رقم 11 من سلسلة شرح CIE 2020. لازلنا في يونت 3 الـ Governance. إن شاء الله نحاول نخلصه بإذن الله في المحاضرة دي. ندخل في الموضوع Rules of Internal Auditors in Governance. دي بتبقى أهم حاجة بالنسبة لك وانت بتذاكر أي يونت، لأن انت الشهادة دي مخصصة ليك كمراجع as internal auditor. فأهم حاجة وانت بتذاكر أي يونت ان لما يجي يقولك الرولز بتاعت الانترنال auditor انك تركز جدا فيها وتاخد بالك ايه هي الرولز اللي المفروض الرولز دي بتاعتك انت، فبالتالي لازم تبقى عارف ايه المهام الواجبة عليك أو اللي أنت ممكن تعملها أو اللي المفروض تعملها. Governance is one of the three basic processes identified in the definition of internal auditing. تمام؟ عملية الحوكمة هي إحدى العمليات اللي ورد ذكرها من ثلاث عمليات أو من ثلاث مجالات ورد ذكرهم في الديفينيشن بتاع الانترنال اوديت، اللي هي الجافرنس والريسك مانجمنت وال control. The board and management are responsible for the design and implementation of governance processes. البورد والمانجمنت هم اللي مسؤولين عن تصميم وتنفيذ عمليات الجافرنس. يبقى مين اللي مسؤول عن تصميم وتطبيق وتنفيذ عمليات الجافرنس؟ البورد والمانجمنت. يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك أي من الأدوار التالية يصلح انه يكون دور للمراجع الداخلي، لازم تستبعد اي حاجه فيها ديزاين او امبلمنتيشن. ولما يجي لك سؤال يقول لك ايه اللي من دول ما ينفعش انه يكون دور للمراجع الداخلي، يبقى دور على اي حاجه فيها ديزاين وامبلمنتيشن، هي دي الاجابه الصح. The internal audit activity must assess and make appropriate recommendations to improve the organization's governance processes for. طيب يبقى انا دوري كانترنال اوديتور، المانجمنت والبورد هيعملوا ديزاين وهيعملوا امبلمنتيشن، يجي دوري انا بقى ان اعمل اسسمنت، ان انا اعمل اسسمنت وان انا ادي ريكومنديشنز تعمل امبروفمنت. يبقى هو ده دوري از ان انترنال اوديتور، لان انا ما اقدرش اشارك في التصميم ولا اشارك في التطبيق. خلاص احنا فهمنا بقى، احنا ناس دلوقتي قدام في الشغلانه دي وفهمنا ان ده يؤثر على موضوعيتي. انما انا بعمل ايه؟ بعمل assessment، بعمل evaluation، وبناء على assessment او evaluation ده اقدر ادي recommendation تعمل من دورها improvement. ال improvement ده هي improve ال organization's governance processes for، هيأثر معايا في ايه؟ التحسينات دي اللي انا هدي ريكومنديشنز، ريكومنديشنز دي هتعمل امبروفمنت في عمليات الحوكمه، اللي هتأثر في ايه؟ هتأثر في ميكينج استراتيجيك اند اوبريشنال ديسيشنز، هتأثر في اتخاذ القرارات الاستراتيجيه والتشغيليه، هتأثر في تحسين الاوفرسينج ريسك مانجمنت اند كنترول، الاشراف والرقابه ومتابعه الريسك مانجمنت والكنترول، هتأثر بالإيجاب وبالتحسين لـ promoting appropriate ethics and values within the organization، تعميم ونشر الـ appropriate ethics، الأخلاقيات الملائمة والقيم بتاعة المؤسسة، واتكلمنا عن الـ ethics والـ values في المحاضرة أو السيشن اللي فاتت، ensuring effective organizational performance management and accountability. تمام؟ تـ 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 يعني هتدعم وهتؤكد وتعزز من ان يبقى في مساءله ومحاسبه لاداء الاداره. تمام؟ ان الريكومنديشنز اللي هطلعها او هتطلع مني او هتصدر عني كمراجع داخلي هتؤثر على عمليات الحوكمه في كوميونيكيتنج الريسك والكنترول انفورميشن تو ابروبريت ارياز اوف ذا اورجانيزيشن، هتؤثر بالايجاب على الكوميونيكيتنج الريسك والكنترول للابروبريت ارياز فوق سواء سينيور مانجمنت او بورد، وهتؤثر بالإيجاب أيضا على coordinating الactivities and communicating information among the board, external and internal auditors, other assurance providers and management.
كوردينيتنج الاكتيفيتيز وكوميونيكيتنج الانفورميشن ما بين الاضلاع كلها بتاعه المؤسسه، سواء البورد وسواء السينيور مانجمنت وسواء الاكسترنال او الانترنال اوديتور او اي اشورنس بروفايدرز. يبقى انا دوري كمراجع داخلي ان انا بادي بعمل اسسمنت ايفالويشن وبدي ريكومنديشن. الريكومنديشن خاصه بعمليات الحوكمه اللي هتؤثر بالتبعيه على الحاجات اللي احنا رصدناها دلوقتي او قلناها. The internal audit activity must assess whether the information technology governance of the organization supports the organization's strategies and objectives. تمام. لازم من الاسسمنت بتاعي، من الاسسمنت احنا قلنا دلوقتي ان انا الدور بتاعي اني بعمل اسسمنت ايفالويشن، فلازم الاسسمنت بتاعي ده يشمل ايضا الاي تي جافرنس، الاي تي جافرنس الانفورميشن تكنولوجي جافرنس. طب ايه الاي تي جافرنس ده؟ يعني هيجي برضو ذكره لسه قدام شويه واحنا ممكن بنتكلم عن الكوبت. ان انا طالما انا بقول governance انا عايز اعمل حوكمه للمؤسسه، انا عايز اعمل governance، فمن ضمن اللاينز اللي هشتغل عليها ولازم اعمل لها governance الاي تي، لان الاي تي ده الفكره فيه ان هو يعني ايه function ايديها في كل حته في المؤسسه. الناس اللي شغاله مثلا الراجل بتاع البروكيورمنت عنده اي تي، عنده سيستم، الراجل بتاع السيلز عنده اي تي، عنده سيستم شغال عليه، الراجل بتاع الماركتنج عنده اي تي، عنده سيستم، الراجل بتاع الفاينانس عنده اي تي. فبالتالي الاي تي مش فانكشن محصوره في حته معينه زي بقيه الفانكشنز، وانما موجوده في المؤسسه كلها. فبالتالي انا لما ابقى عامل للاي تي جافرنس، حوكمه للاي تي، تمام؟ وده هنعرف بعد كده يعني ايه، يعني انا بس وارد ذكره كده. يبقى أنا كده دي من أحد العوامل اللي تساعد على نجاح عملية الجافرنس للمؤسسة ككل. طيب أنا من أدواري كإنترنال أوديتور إن أنا بتحقق وبعمل أسسمنت علشان أتأكد إن الـ IT governance of the organization، الحوكمة للـ IT متماشية مع الاستراتيجيز والأوبجيكتيفز بتاعت المؤسسة. Understanding the role of the internal audit activity begins with the understanding the nature of governance in a specific organization. تمام؟ علشان تفهم دورك كمراجع داخلي بشكل كويس، لازم الأول تفهم طبيعة الحوكمة في المؤسسة اللي أنت شغال فيها. Governance has a range of definitions depending on the circumstances. قلناها قبل كده الكلام ده، إن الحوكمة وارد يكون ليها أكثر من تعريف وفقا للموقف او الحاله اللي بنتكلم فيها. The chief audit executive should work with the board and senior management. يشتغل مع البورد والسينيور مانجمنت to determine how governance should be defined for audit purposes. لازم كده واحنا في الاول الراجل السي اي يقعد مع البورد ويقعد مع المانجمنت ويقول لهم تعالوا بقى شويه نتكلم الجافرنس دي، يعني ديفينيشن مطاط شويه، تعالوا كده نقول بالظبط عشان انا دلوقتي ليا دور، انا كراجل سي اي واللي تحتي الرجاله بتاعتي المراجعين بتوعي، فاحنا لينا دور ان احنا هنقيم الجافرنس. فتعالوا كده نقعد يا بورد ويا سينيور مانجمنت ونتفق سوا على الديفينيشن بتاع الجافرنس ايه، وايه الاركان الاساسيه بتاعت الجافرنس، عشان بعد كده لما تيجوا تحاسبوني ابقى عارف انتوا هتحاسبوني على ايه. Governance models generally treat governance as a process or system that's not static. اكيد ان مش حاجه الجافرنس دي مش عمليه كده، مش حاجه خد طبق كذا او اعمل كذا خلاص انا كده الحمد لله الجافرنس عندي تمام. لا، الجافرنس مش عمليه صلبه او عمليه ثابته. لا، الجافرنس دي زي ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان هي اليات من خلال تطبيقها بنقدر نحافظ على حقوق كافه الستيك هولدرز المتعاملين مع المؤسسه. فبالتالي عمليه دايناميك،
مش ستاتيك، مش حاجة ثابتة، مش حاجة مصمتة، مش حاجة صلبة. خلاص أنا الموضوع ده كده طالما طبقت واحد اتنين تلاتة أنا كده الجفرنس عندي تمام. لا بالعكس، دي حاجة وفقا للسيتويشنز، وفقا للسيركمستانسز اللي المؤسسة بتمر بيها، وفقا للانفايرمنت والامبليكيشنز أو التأثيرات بتاعة الانفايرمنت سواء انترنال أو اكسترنال. كل ده هيؤثر على عملية الحوكمة عندي، فبالتالي عملية الحوكمة أو المودلز اللي بتتناول الحوكمة كلها بتعتبرها أو بتتعامل مع الحوكمة إن هي not static. The approach in the standards emphasizes the board and its governance activities. Governance requirements vary by entity type and regulatory jurisdictions. أكيد درجة الحوكمة بتختلف حسب طبيعة نشاط المؤسسة وحسب التشريعات القانونية اللي في نشاط المؤسسة دي. يعني هل التشريعات وطبيعة نشاط مؤسسة مثلا مصنع سيراميك زي طبيعة الأنشطة والقوانين اللي بتكفر شركات مثلا ألبان أو مصنع ألبان؟ أكيد هنا طبيعة النشاط والنواحي القانونية والالتزامات القانونية مختلفة عن الناحية التانية، وبالتالي درجة الحوكمة هنا تفرق عن هنا، أو متطلبات الحوكمة آسف هتفرق من هنا عن هنا. Examples include publicly traded companies، تمام، الشركات الشركات والنوت بروفيت نوت فور بروفيت والشركات الغير هادفة للربح، والجفرمنت private companies and stock exchange، تمام، والحكومات والشركات الخاصة والpublicly traded الشركات العامة، شركات الأموال العامة، الشركات العامة والstock exchange، تمام، سواء البورصات أو الشركات المقرة في البورصات. عايز يقول لك إن دي أمثلة إن كل إن الحوكمة، خلاص إحنا اتفقنا الحوكمة دي مبدأ عام هتطبق في جميع المؤسسات، بس ليها درجة اختلاف والريكوايرمنتس بتاعتها بتختلف من مؤسسة لأخرى. هو هنا عايز يوصل لك فكرة إيه علشان نفهم الفكرة اللي ما وراء الكلام؟ عايز يقول لك إن الحوكمة دي مش خد الاستيكر ده الزقه كده على باب الشركة خلاص أنت كده الحمد لله الدنيا عندك متحوكمة وزي الفل. لا، الحوكمة بتختلف من مؤسسة لأخرى، متطلبات تنفيذ وتطبيق الحوكمة تختلف من مؤسسة لأخرى، تمام؟ The design and practice of effective governance vary. تمام، نفس الكلام، التصميم وتنفيذ الحوكمة بشكل فعال هيختلف وفقا لل the size, the complexity, life cycle maturity of the organization. تمام، its stakeholder structure، الاستراكشر بتاع الستيك هولدر عامل ازاي؟ اتكلمنا قلنا يعني ايه ستيك هولدر، تمام، يعني الستيك هولدر للمؤسسه دي ثلاث اطراف بس ولا خمس اطراف ولا ست اطراف؟ طب الست اطراف مين فيهم اقوى طرف؟ مين فيهم الطرف اللي معاه الباور؟ مين فيهم الطرف اللي بيمثل اقليه؟ الاستراكشر بتاع الستيك هولدر. and legal and cultural requirements، والجوانب أو المتطلبات القانونية والكالتشر بتاعت المؤسسة والانفايرمنت المحيطة بيها، كل ده هيؤثر على الديزاين والبراكتس بتاع الجفرمنت. The internal audit activities ultimate responsibility is to evaluate and improve the governance. المسؤولية الرئيسية والأساسية للانترنال اوديت تجاه الحوكمة هو الايفالويشن والاسسمنت والامبروفمنت. الامبروفمنت ده اللي هيجي من خلال ان انا بعد ما اعمل ايفالويشن واعمل اسسمنت هدي ريكومنديشن، الريكومنديشن تعمل ايفالويشن. مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين السايكل ماشيه ازاي كانترنال اوديت عموما بقى في governance في ريسك في كنترول. ايفالويشن بقيم، بعمل اسسمنت بقيم، بقدر اوصل للنقط القصور اوجه القصور فين، ولما بقدر اوصل لاوجه القصور بوصل للروت كوز بتاعها السبب الرئيسي فيها ايه، وبالتالي بدي ريكومنديشن تعالج المشكله دي. فالريكومنديشن دي لو اتطبقت تعمل لي امبروفمنت، وهي دي باختصار الاد فاليو اللي بيضيفها المراجع.
The unique position of internal auditors in the organization enables them to observe and formally assess governance processes while remaining independent. طبعا للمكانة اللي موجودة للمراجعين الداخليين، سواء من ناحية بقى التبعية والorganizational independence، وهم إن هم ناس مش تنفيذيين، ده بيتيح لهم إن هم يقدروا يبصوا على الحوكمة ويقيموها ويقيموا عمليات الحوكمة، وكل ده من خلال أفضل من أي حد تاني. ليه؟ لأن هم هيقدروا يعملوا الكلام ده وهم ناس independent، هيقولوا الدنيا تمام أو مش تمام بدون ما يكون ليهم أي مصلحة أو conflict of interest. The definition of governance should be agreed upon with the board and senior management. The internal auditors should understand governance processes and the relationships among governance, risk and control. أكيد زي ما قلنا من شوية، لازم يتم الاتفاق أولا على معنى الجوفرنس المقصود ما بين المراجعين أو ما بين اللي تشيف اوديت السي اي التشيف اوديت اكزيكتيف وما بين السينيور مانجمنت والبورد. ولازم ان الانترنال اوديتورز يكون عندهم فهم للجوفرنس بروسيسز لعمليات الحوكمه وعلاقتها مع الريسك ومع الكنترول. تمام. انترنال اوديتورز اسس ذا ديزاين اند اوبريتنج افكتيفنس اوف جوفرنس بروسيسز. الانترنال اوديتورز assess the design and operating effectiveness of governance processes. تمام، ده الرول بتاعة الانترنال اوديتور، ان هو هيأسس الديزاين وهيأسس الاوبريتنج. يبقى انا دلوقتي وانا بأسس ال governance processes وانا بقيم عمليات الحوكمة، بقيمها من شقين، بقيمها، وده على فكرة في كافة عمليات التقييم مش مع الحوكمة بس، خد دي قاعدة عندك، إن أنا وأنا دايما بعمل أي عمليات تقييم بقيم شقين، بقيم الديزاين. هو الديزاين أصلا موجود؟ أه موجود. طيب شغال بقى كويس ولا مش شغال كويس؟ يعني أنا مثلا دلوقتي مرسيدس بتعمل عربية، فعمل الديزاين جميل قوي، هو كل الناس تبص على الديزاين تقول واو ديزاين تحفة، ديزاين ممتاز، والموتور انا كل ده ببص على ايه؟ سواء على الورق او سواء خلاص اتصنعت اهي فعليا، واو العربيه دي شكلها لما هتمشي هتبقى ممتازه. انما احنا كل ده بنقيم ديزاين، انا شايفها اهي لسه قدامي، لسه ما دورتش المفتاح ومشيت بالعربيه. يبقى انا اولا بقيم الديزاين، اه لا تمام شكلها مظبوط، انا فعلا قيمت عمليه الجافرنس دي، شكلها كديزاين مرسومه حلو، مظبوطه حلو. انما بقى كبرفورمانس، جيت ادور العربيه وامشي، لا العربيه مش بتتحرك من مكانها، لا يبقى اذا كده في مشكله في البرفورمانس وليس في الايه؟ في الديزاين. طيب يبقى internal auditors assess the design and operating effectiveness of governance processes. They also provide advice in improving those processes. وبعد طبعا ما بتعمل الاسسمنت بتدي الادفايس بتاعتك او ريكومنديشن. Internal auditors may facilitate board self-assessment of governance. الانترنال auditors كمان ممكن يساعدوا البورد self-assessment of governance، يساعدوا في العملية دي، يقوموا بدور الفاسيليتيشن فاسيليتيتور، ان هو يساعد البورد، المفروض ان هو يعمل سيلف اسسمنت، تقييم ذاتي للجافرنس، لمدى الافكتيفنس بتاعه الجافرنس في المؤسسه. فممكن الانترنال اوديتورز يساعدوا في العمليه دي من خلال ان هو يكون يفاسيليتيت، يكون فاسيليتيتور. دي من الاكسبريشنز او من الرولز بتاعه الانترنال اوديتور اللي لما تلاقيها اه تمام دي تبعي، انما مش ديزاينر. تمام، مش بي امبلمنت، بي فاسيليتيت، اه بي فاسيليتيت، فاسيليتيت يعني بيساعد، يعني عارف كده لما حد مثلا ايه، تروح لحد تقول له اه هي دي ممكن اعملها ازاي، فيقول لك انت ممكن تعمل كذا، لا خلي بالك مش البيست براكتس ان انت تعمل كذا، نوع كده زي الترينر كده شويه فاسيليتيت، فهو بيساعد البورد في العمليه دي. Internal auditors may facilitate board self-assessment of governance. تمام. The audit plan should be based on an assessment of risks that considers governance processes and related controls.
تمام. الاودت بلان نفسها بقى لازم ان هي تبقى based on assessment of risks that considers the governance processes and related controls. The plan should include the higher risk governance processes. واحنا بنعمل الاودت بلان بتاعتنا الكلام ده يعني ان شاء الله اللي هيبقى فيه يونت كامل عن الاودت بلان ده، يونت على ما اتذكر كان يونت 4 في بارت 2. ان شاء الله ربنا يوفق الجميع والناس اللي كمل معانا في بارت 2 ان شاء الله هنتكلم. المهم الخلاصه ان احنا لما بنيجي نعمل الاودت بلان، الخطه بتاعت المراجعه، الخطه السنويه او سواء اكثر من سنه اي ما يكون يعني مش موضوعنا، واحنا بنعمل الخطه دي مش بتبقى خطه عبثيه كده بنجيب اي حاجه نحطها، لا، المفروض ان انا ببقى عامل ريسك اسسمنت، ببقى عامل تقييم، والريزلت بناء بيزد على الريزلت بتاعه الاسسمنت دي هو ده اللي انا اللي هتبقى او هينبني عليه الاودت بلان. فهو بيقول لك خلي بالك ان انت لازم تكونسيدر الحاجات اللي هتبقى هاير ريسك governance بروسيسز، الانشطه او الوحدات اللي هيبقى فيها الريسك بتاع الجافرنس عالي دي لازم تبقى اخدها في اعتباري في الخطه بتاعتي. وده اكيد طبعا لان انا اي حاجه تطلع معايا هاي ريسك اكيد بحاول اضمنها في الخطه بتاعتي على قد ما اقدر. Moreover, inclusion of an assessment of processes of risk areas should be considered if the board or senior management has requested that work be performed. تمام. الـ assessment للprocesses or risk areas should be considered ان انا باخد هو استكمال لنفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله، ان انا باخد في اعتباري المناطق اللي فيها الريسك areas والبروسيسز اللي ليها علاقه بالجافرنس. الحاجات دي وارد ان هو مش لازم تطلع هاي ريسك بس، لا، وارد البورد او السينيور مانجمنت يقولوا لي احنا عايزينك تاخد لنا النقط ديت في البلان، في الاودت بلان بتاعتك. فحتى لو انا عملت لها اسسمنت وطلعت مثلا ان هي ميديوم ريسك او لو ريسك، بس هم البورد والسينيور مانجمنت ريكويستد ذات ورك to be performed، هم طلبوا مني ان انا اضمنها، هم في دماغهم حاجه معينه، في تساؤل معين، فما فيش مشكله بضمنها في البلان بتاعتي. The plan should define، ولازم البلان to define the nature of the work, the governance processes, the nature of the assessment, considerations of specific risks, processes or activities. تمام. والبلان بتاعتي دي اللي انا هشتغل بيها لازم تبقى محدده لي الاسسمنت، طبيعه الاسسمنت اللي انا عملتها، طبيعه الاسسمنت اللي انا عملتها للجفرنس بروسيسز، وايه هي الجفرنس بروسيسز اللي انا هتناولها، وايه نيتشر اوف ورك، طبيعه يعني الورك اللي انا هشتغله او لاي مدى انا هوصل في الفحص بتاعي او في المراجعه بتاعتي، او زي ما تقول كده يعني انا خلاص انا قلت انا هفحص عمليات الجفرنس بروسيسز، او انا هطلع عليها، او انا هشوف الجفرنس بروسيسز عندنا افكتيف ولا مش افكتيف. طيب انا ايه النيتشر اوف ورك اللي انا اشتغلت عليه علشان اطلع ليه قرار نهائي زي ده، ان هي عمليات الحوكمه عندنا جيده ولا غير جيده، ايه اللي انا اعتمدت عليه علشان اوصل للكلام ده. The CE should consider the following in planning the assessment of governance. طيب ال CE لازم ياخد الحاجات اللي جايه دي في اعتباره، تمام، وهو بيعمل التخطيط بتاع الاسسمنت اوف governance. مش احنا قلنا دلوقتي الرول بتاعتي ان انا هعمل assessment وبعد الاسسمنت هعمل هدي ريكومنديشن. طيب بيقول لك وانت بتعمل الاسسمنت وانت بتبلان انك تعمل الاسسمنت خد الحاجات دي في اعتبارك. An audit should address controls in governance processes that are designed to prevent or detect events that could have a negative effect on the organization. لازم اخد في اعتباري الكنترولز المرتبطه بالgovernance processes. تمام؟ لازم اخد في اعتباري الكنترولز المرتبطه بالgovernance processes. لازم اخد في اعتباري controls within governance processes often are significant in managing multiple risks. لازم اخد في اعتباري الكنترولز
اللي ليها علاقة بالgovernance processes، واللي خاصة بتبقى بتمانج أو بتكفر multiple risks. يعني إيه؟ تعالوا نشوف الإكزامبل عشان نفهم يعني إيه. For example, controls related to the code of conduct may be relied upon to manage compliance and fraud risks. ساعات بيبقى في عندي في المؤسسة control واحد بيكفر أكتر من كذا ريسك. في الغالب الكنترولز دي بتبقى مهمة أوي، اللي هي اسمها الكي كنترولز. دي بتبقى الكنترولز الرئيسية عندي. تلاقي مثلا في 10 كنترولز عندي في المؤسسة بيعملوا كافرنج لحوالي مثلا 70-80 ريسك. ما هو مش لازم ان الريسك قصاده كنترول، لا، ممكن الكنترول الواحد يكفر كذا ريسك قصاده. قال لك هو على سبيل المثال الكود اوف كوندكت، كتاب الاخلاقيات ده او الميثاق اللي موجود في المؤسسه، وكل موظف بيجي بديله نسخه منه ويطلع عليه ويوقع عليه ومش عارف ايه، بغض النظر عن مدى فاعليه الكنترول، بس ده از كنترول بيواجه لي ريسكس كتير قوي المتعلق، كل الريسكس اللي ليها علاقه بالكومبلاينس او الفرود، تمام، بغض النظر عن ان هو بقى درجه فعاليته هل هو قوي بالشكل اللي يمنع الريسك او ان هو يعني يواجه الريسك بشكل كبير ولا لا. مفيش حاجه طبعا تمنع، يعني مفيش كنترول يمنع الريسك بشكل نهائي. If other audits assess controls in governance processes, the auditor should consider relying on their result. تمام، ولو في تقارير قبل كده او عمليات audits قبل كده عملت assessment، مفيش مشكله خالص ان انا ممكن اخد في اعتباري الريزلت بتاعت الاوديت. Assessment of governance are likely to be based on numerous audits. The internal auditor should consider. لازلنا في نفس السياق، تمام، ان انا لازم كinternal auditor وانا بعمل assessment للgovernance اخد في اعتباري الاتي: audits of specific processes، اكيد ماشي، governance issues، يعني ان انا اعمل audit على عمليات معينة، العمليات اللي related بالgovernance. Governance issues arising from audits not focused on governance. تمام، العمليات المشاكل اللي في الحوكمة اللي ظهرت لي من audits تانية مش كانت على governance. يعني مثلا واحنا بنعمل audit على الفاينانس، فطلعت معانا ايشو اكتشفناها، الايشو دي تمثل threat او تمثل risk او تمثل مشكلة في الجافرنس، ليها علاقة بالجافرنس. خلي بالك هنا بقى، اقدر احنا دلوقتي وانا بقيم الجافرنس، عمليات الجافرنس في المؤسسة، وارد ان النقطة دي مش هكتشفها الا من خلال الاوديت بتاع الفاينانس، فاستدعيها هنا واخدها في اعتباري. The result of other assurance providers work. لو في اي ناس تانية assurance providers كانت قدمت ريبورتس او عملت شغل اللي ريليتد بالجافرنس بالاسسمنت للجافرنس بروسيسز اخده في اعتبار. Such other information as adverse incidents indicating an opportunity to improve the governance. واي فرصه طبعا تساعدني ان انا اقدر اعمل تكون فرصه، يعني اي انفورميشن متاحه تساعدني وتقدم لي فرصه لان انا اعمل امبروفمنت للجافرنس، كل ده هاخده في اعتباري. تمام، المهم في الكلام ده كله يا جماعه، المهم في الكلام ده كله اللي احنا عمالين نهري فيه ده، ان انت دلوقتي كانترنال اوديتور تبقى عارف يعني ايه جافرنس في العموم. تمام، واظن يعني الى حد ما ممكن نكون اتبنت كده. ممكن الصوره مش واضحه 100% ولا 90-80، بس واضحه 60-70، وهي الجافرنس كده بشكل عام، ان هي علشان كده احنا قلنا ان هي بتختلف من مؤسسه لمؤسسه حسب الحجم وحسب طبيعه النشاط وحسب القوانين والتشريعات، لان هي مش هتقدر، ان انت لازم محتاجه قرايه كتير، وان انت تشوف على ارض الواقع وتقرا بقى كده، تمسك بوليسي للحوكمه في المؤسسه بتاعتك او الشركه بتاعتك، تفهم، تبتدي تتلمس كده الخطوط يعني ايه حوكمه. تمام، انما الكلام النظري لا، مش هيديك الصوره كامله. فالمهم ان احنا نبقى عارفين يعني ايه جافرنس، يعني ايه دور المانجمنت تجاه الجافرنس ايه، ودور البورد ايه، واحنا قلنا ان دورهم ان هم يعملوا الديزاين والامبلمنتيشن او البرفورمانس، ده دورهم،
وانا دوري بعد كده ان هم بعد ما يعملوا الديزاين والبرفورمانس ان انا اجي اقيم الديزاين واجي اقيم الايه البرفورمانس، ولما اقيمهم اطلع بريكومنديشن. الريكومنديشن دي تعمل امبروفمنت. طيب when control issues are known or the governance process is not mature, the CE may consider different methods for improving control or governance through consulting services. طيب انا دلوقتي لو انا عارف ان الناس اصلا مش عارفه تعمل ديزاين ولا عارفه تعمل امبلمنتيشن، المانجمنت مش عارفه لا تعمل ديزاين ولا امبلمنتيشن، مش فاهمين اصلا يعني ايه governance processes. اللي خلي بالك بقى انت هنا ممكن دورك يختلف بقى، مش ان انت هتبقى assurance audit وان انت نازل تراجع، ما انت اصلا controls issue ال control issues are known، انت عارف اصلا ان في مشكله وان الناس not ال governance process is not mature، الناس اصلا ال الثقافه بتاعتهم والكالتشر بتاعتهم تجاه governance processes تعبانه ضعيفه، فانت هتنزل تعمل عليهم audit. ايه هتضيف لهم ايه؟ لا انت هنا بقى ممكن تساعدهم، تقول لهم طب تعالوا من خلال الكونسلتنج سيرفيسز، ان انت تشتغل معاهم كونسلتنج بقى، تقول لهم الفاسيليتيت الدور اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه الفاسيليتيتنج، او ان انت كاز فاسيليتيتر تقول لهم تعالوا اقول لكم دي ممكن نعمل فيها ايه، احنا والله ممكن نعمل كذا، طب انتوا جربتوا، وطبعا بالضوابط بتاعت الكونسلتنج. تمام، احنا ممكن في تفهمهم اصلا، تعالوا انتوا فاهمين يعني ايه governance، تعالوا افهمكم يعني ايه governance. تمام، during the planning evaluating and reporting phases the internal auditor should be sensitive to the consequences of the result and ensure appropriate communication with the board and senior management. اكيد من خلال العمليه من وده كلام يعني السطرين دول على وجه العموم مش للgovernance بس، مش وانا بعمل اسسمنت للجفرنس بروسيسز بس، ده على وجه العموم ان انا اثناء البلاننج والايفالويتنج والريبورتنج انا ببقى سنسيتيف جدا للكونسيكونسز والريزلت اللي هتنتج عن كل ده، وانشور ابروبريت كوميونيكيشن وذ بورد وسينيور مانجمنت. ذا انترنال اوديتور شود كونسيدر consulting legal counsel both before the audit and before issuing the final report. تمام، احيانا مش في وجه العموم، احيانا ممكن ان انا كمراجع احتاج ان انا الجا لليجل كونسل، لحد مستشار قانوني، لحد شؤون قانونيه في المؤسسه قبل ما اعمل الاوديت بتاعتي او قبل ما اصدر التقرير النهائي. لو انا شغال في يعني حاجه ليها علاقه بتشريعات قانونيه وليجال ايشوز، فبالتالي هبقى محتاج ان حد شخص ليجال كونسل يساعدني او اخد منه ادفايس او ريكومنديشن بشان حاجه معينه، فيبص معايا او على مثلا الفاينل ريبورت قبل ما ايه ما اطلعه، او قبل الاوديت اصلا قبل ما اعمل الاوديت افهم منه بعض الاشياء. Other rules of internal auditors in governance including the following. يعني بعض الأدوار الأخرى اللي ممكن أعملها كمراجع داخلي بشأن أو تجاه الـ governance. Obtain the board's approval of the internal audit charter. تمام، إيه ده؟ هو ده يعتبر من الـ rules بتاعت الـ internal auditor in governance. هو بيقول لك ان دي تعتبر ريليتد بالجافرنس، ان البورد يبقى موقع لي على او معتمد، يعني مش توقيع، ان هو البورد يبقى معتمد التشارتر بتاعت الانترنال اوديتور. كوميونيكيت ذا بلان اوف انجيجمنت، ان هم يبقى البورد برضو عارف وعنده درايه ومعتمد للبلان للاوديت بلان بتاعت الانجيجمنت، كل ده يعتبر جافرنس. ابتدي بقى ربط الخيوط ببعضها، يعني كل اللي احنا بنقولها دي تعتبر كأمثلة للحوكمة، لعمليات الحوكمة اللي موجودة في المؤسسة. ما هو انا دلوقتي لما البورد هيبقى معتمد التشارتر، ولما البورد يبقى معتمد الاوديت بلان،
مش هاجي انزل اعمل اوديت على حد فيقول لي لا والله معلش احنا مش فاضيين النهارده، اقول له لا يا باشا ده انا جاي بايه؟ بقرار او باعتماد او بموافقه او بمباركه البورد، فانت ما تقدرش تقول لي لا انا مش فاضي النهارده، تمام؟ فده هيسمع في ايه؟ هيسمع ان انا كانترنال اوديت هقدر ابص على كل حاجه. وانا كانترنال اوديت احد الركائز والاركان الاساسيه للجافرنس، فاذا ده هيعضد ويقوي من الجافرنس في المؤسسه. ريبورت سيجنيفيكانت اوديت ايشوز، ان انا لما اريبورت للبورد السيجنيفيكانت ايشوز ده من ريليتد بالجافرنس ويعزز ويقوي من الجافرنس. كوميونيكيت الكي بي ايز الكي بيرفورمانس انديكيتورز تو ذا بورد اون ا ريجولار بيزس، تمام. كي بي ايز اللي هي مؤشرات الاداء الرئيسيه، احنا ممكن يتعمل كل اي اكتيفيتي ممكن يتعمل لها كي بي ايز بتبقى ريليتد بالاوبجكتيفز، احنا الاوبجكتيفز بتاعتنا ايه؟ الاوبجكتيفز بتاعتنا كذا 1 2 3، فانا بعمل لها كي بي ايز. طيب انا طالما قدرت الكي بي ايز دي مؤشرات الاداء، طالما قدرت احقق الكي بي ايز دي يبقى اذا انا كده ماشي صح وبحقق الاوبجكتيفز بتاعتي، تمام. Discuss areas of significant risk، تمام، ان انا بتكلم مع البورد في areas of significant risk. Support the board in enterprise wide risk assessment، اكيد ان انا لازم اساعد البورد في ال enterprise wide risk assessment، الريسك اسسمنت اللي المفروض البورد والمانجمنت بيعملوه على مستوى المؤسسه ككل، انا كانترنال اوديتور اساعدهم، وده يعزز ويقوي من الجافرنس بروسيسز في المؤسسه. ريفيو ذا بوزيشننج اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ويذن ذا ريسك مانجمنت فريم ورك ويذن ذا اورجانيزيشن، ماشي تمام. ان انا من الادوار ان انا بعمل ريفيو للبوزيشن اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ويذن ذا ريسك مانجمنت فريم ورك ويذن ذا اورجانيزيشن، انا دوري ايه كانترنال اوديتور بالنسبه لعمليه الريسك مانجمنت، تمام، بالنسبه لعمليه الريسك مانجمنت انا دوري فيها ايه، ودوري يعني هل انا بشارك؟ لا انا مش بشارك، انا بعمل ايفالويشن، بعمل اسسمنت وببلغ دوري ده للبورد عشان البورد يبقى فاهم انا يا بورد كانترنال اوديتور دوري ان انا بعمل كذا فيما يخص الريسك مانجمنت. مونيتور الكومبلاينس ويذ ذا كوربريت كود اوف كوندكت بزنس براكتس، اكيد ان انا كانترنال اوديتور ببص كل دي الادوار بتاعه الانترنال اوديتور، دي الادوار بتاعه الانترنال اوديتور، هو جامعها لك كلها وبيقول لك ان الادوار بتاعتك دي ليها علاقه بالجافرنس، وهي فعلا لان الجافرنس والريسك مانجمنت والكنترولز الثلاثه مسمعين في بعض والثلاثه مرتبطين ببعض، عشان كده احنا هنا لسه كنا بنقول ريفيو ذا بوزيشننج اوف ذا انترنال اوت اكتيفيتي ويذن الريسك مانجمنت فريم ورك، ايه اللي جاب الريسك مانجمنت عن الثلاثه ريليتد ببعض، وهي دي الادوار بتاعت الانترنال اوت اللي لما هيعملها هيؤثر بالايجاب وهيقوي ويعزز من الجافرنس بروسيسز في المؤسسه. Report on the effectiveness of the control framework، لسه بنتكلم ان انا ارفع تقارير للبورد عن مدى فعالية الكنترول فريمورك. Assess the ethical climate of the board and the organization، الethical climate بتاع الorganization كلها، تمام، عامل ازاي، وبرفع برضو وبتاع البورد الethical climate عند البورد، هم اصلا فاهمين يعني ايه ethical climate، فاهمين يعني ايه ethical culture، بيسبورت وبيعملوا بروموتنج للإيثيكال كالتشر في المؤسسه. كل الكلام ده بعمل بيه اسيسنج، بعمل بيه اسسمنت، وبعمل بيه ايفالويشن، وبرفعه للبورد. كوندكت ا فولو اب اند ريبورت اون مانجمنت ريسبونس تو ريجولاتوري بادي ريفيوز، تمام. بعمل فولو اب، انا دلوقتي مثلا كان في جهه حكوميه ولتكن مثلا البنوك، البنوك بيجي البنك المركزي بيعمل اوديت على كل بنك، فالبنك المركزي سنترال بانك، البنك المركزي المصري لما بيجي مثلا يعمل اوديت على اي بنك، بنك اكس مثلا، فبيكتب فايندينجز، تمام، بيكتب ملاحظات. فانا من دوري كانترنال اوديتور ان انا اتابع البنك بتاعي بقى الفانكشنز اللي اتكتبت عليهم ملاحظات
هم استوفوا الملاحظات دي بتاعت البنك المركزي ولا لا؟ ان هم البنك المركزي كان قايل اللي بقى كان مثلا مطلع ملاحظه لا انتوا بتعملوا كذا وده كذا ده غلط والمفروض ما تعملوهوش تاني. فانا دوري اتابع هل فعلا ما بقوش يعملوا كذا ده تاني ولا لسه مستمرين؟ يبقى انا دوري ان انا بعمل فولو اب اند ريبورت اون مانجمنت ريسبونس تو ريجولاتوري بادي ريفيوز. وهل تم الرد على البنك المركزي ولا لا؟ ولما اترد عليه اتقال ايه؟ اتقال كذا. طب وهل فعلا الرد ده هو دلوقتي بقى الواقع ولا لا؟ طيب conduct a follow up and report on management response to external audit، نفس الكلام مع الريجولاتوري بادي، نفس الكلام مع follow up برضو بالنسبة للتقرير بتاع الاكسترنال اوديت. assess the adequacy of the performance measurement system and achievement of organizational objectives، ان انا بقيم مدى كفاية المقاييس الأداء اللي موجودة في المؤسسة، تمام، و اند اتشيفمنت اوف اورجانيزيشن اوبجكتيفز، ومدى تحقيق الاهداف بتاعه المؤسسه. ان انا بقيم هل احنا كده كمؤسسه، انا كانترنال اوديتور بعمل تقييم، هل احنا كمؤسسه ماشيين كده والسلام ماشي في نور الله كده وخلاص وما بلتفتش لاي حاجه شمالي او يميني، ومش بشوف انا ايه الاهداف بتاعتي اللي انا كنت حاططها وهل حققت منها ولا ما حققتش، وهل بعمل كده لنفسي بعمل performance measurement اقيس الاداء بتاعي واشوف انا كده ماشي في الاتجاه الصح ولا لا، ولا انا ماشي وخلاص وانا مغمض عينيا، تمام، وبعمل طبعا assessment للكلام ده. كل الكلام ده assessment خلاص احنا اتبرمجنا عارفين، بعمل assessment recommendation، recommendation دي تؤدي الى improvement، وطبعا برفع الريبورت بتاعي او الكوميونيكيشنز بتاعتي للسينيور مانجمنت وللبورد. اخيرا بسبورت ا كالتشر اوف فرود اويرنس اند انكارج ذا ريبورتنج اوف امبروبريتيز، ان انا بدعم وبسبورت ثقافه وبنشر وبساعد على نشر ثقافه ان الناس يبقى عندها اويرنس يعني ايه فرود، وان الفرود ده طبعا حاجه مخالفه للايثكس، مخالفه للايثيكال كالتشر، يعني ايه فرود وان الفرود ده ممكن بيحصل ازاي، يعني مش بيحصل ازاي، اقول للناس تعملوا فرود ازاي، لا يعني ايه اللي ممكن يخلي يحصل فرود، ايه الحاجات اللي ممكن ينتج عنها حصول فرود، وازاي نمنع حدوث الفرود، وازاي نقدر ان احنا نوصل للروت كوز اللي خلى الفرود ده يحصل، ويبقى نحاول بقدر الامكان ان احنا نحط الكنترولز اللي تكفر الفرود ريسكس، تمام. طيب ده كده الرول بتاع الـ بتاعي انا كمراجع داخلي بشأن الجفر. طيب انا عشان انا ممكن نكتفي بالقدر كده النهارده، تمام، انتوا عارفين اليوم الرمضاني بيبقى ضيق شويه، وان شاء الله ارفع الفيديو ده باذن الله، ويبقى كده بس فاضل لنا في الجافرنس اخر نقطه السي اس ار الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، تمام، دي ان شاء الله نتناولها في المحاضره الجايه باذن الله، ونبدا بعد كده بقى ندخل في الايه، ندخل في التقيل الريسك مانجمنت. طيب اشوفكم على خير والسلام عليكم.